سوالف أبغى أقول لكم عن نايس. ابتدت عروض الجمعة البيضاء، أنا واحدة من عشاق نايس. نايس في كل مستلزمات المنزل اللي أنت تحتاجينها، للمطبخ، للبيت، للجلسات الخارجية، كل شيء تحتاجينه من مستلزمات البيت وبأيدي سعودية. وصراحة يعني نايس من القطع اللي فعلا تستحق كل ريال تدفعينه فيها، يعني فعلا فعلا تشترين قطع تجلس معاك. انا عندي قطع معاي من 6 سنين واكثر، حتى من 6 سنين، يعني فعلا على مستوى شيء راقي. مثل ما قلت لكم، عروض الجمعة البيضاء يبتدي من نوفمبر الى ديسمبر، راح اكتب لكم التواريخ بالضبط. وصراحة عروض الجمعة البيضاء ابدا ما تتفوت. صراحة اللي يبغى يشتري اشياء ويقضي اشياء للبيت من نايس، هذا هو وقت التقضي. يعني خصوماتهم عندهم من 30 إلى 70% طبعا على كل الأقسام، في منتجات يعني مختارة. اللي يعجبني في نايس صراحة مرة مميز ومختلف، عنده قطع مختلفة، وفعلا يعني تحسين البراند تعرفينه من أول ما تشوفينه. مثلا تشوفين الصحون، في بعض القدور، يعني في أشياء فعلا. أنا دائما لما أتكلم عن نايس أتكلم عن تجربتي الشخصية أنا معاهم، كيف أنه من أول مرة اشتريت من عندهم قدور واشتريت من عندهم صحون، كيف ما شاء الله تبارك الله لهم 6 سنين 7 سنين عندي ما شاء الله. خصوماتهم أبدا ما تتفوت صراحة. الجمعة البيضاء تقريبا يعني almost شهر حتكون موجودة في الموقع الإلكتروني، في أول ما تدخلون على الموقع الإلكتروني موقع نايس، مثل ما قلت لكم فوق 250 ريال راح يكون التحصيل مجاني. هذه الخصومات من 30 إلى 70% اللي هي خصومات الجمعة البيضاء. نقول مثلا ندخل خصم اللي هو 50%، ومثل ما قلت لكم يعني كل مستلزمات البيت هذه كاملة كلها.